جيل الشرطة أكتر من بلاغ عن وجود جثث معضوضة في منطقة الزور، والمنطقة دي منهوشة من الرقبة. كان عدد الجثث تقريبا ما بين 17 ل 18 جثث ما بين أعمار مختلفة وكلهم بنات. في الوقت ده اللي مسك القضية كان اسمه جون دي كارو. ابتدى يحقق في القضية بشكل عادي جدا، ابتدى التحقيقات بانه يحاول يتعرف على جثث الضحايا. كانت اول جثة وهي لبنت تقريبا كان عندها 14 سنة، اختفت من قيمة سنتين من قدام بيتها. اهلها بلغوا لكن محدش وصل لاي نتيجة، وبعدها بكم يوم اختفت من نفس المدرسة زميلة البنت دي، بس المرة دي اختفت من حوش المدرسة، ده آخر مكان اتشافت فيه. وبعدين السن ابتدى يختلف، وكانت الضحية المرة دي ست عندها 73 سنة وبنفس طريقة القتل الوحشية، ودي اختفت من دار مسنين. واضح جدا انه القاتل مش حيوان مفترس، لان في تطور وتطور كبير جدا ظهر في العضات والطريقة اللي القاتل بينهي بيها حياة الضحية. وتقريبا اكتشفوا ان القاتل ماشي بمعدل ثابت وهو ضحية كل شهر، وده كان غريب، غير انه اغلب الضحايا ما كانش ليهم اي علاقة ببعض، ومش سهل ابدا ان يتم استدراكهم للمنطقة الجبلية اللي تلاقوا فيه. المنطقة اللي تلاقوا مرميين فيها الجثث دي كانت عبارة عن جبال بتبص على غابة، وكان واضح جدا ان الجرائم حصلت في المكان من اثار توزيع الدم. وطبعا القضية هزت البلد بالكامل، كان في رعب شديد جدا، ومع غموض الوسيلة اللي بيستدرك بيها القاتل ضحاياه الرعب زاد. وجون دي جارو المحقق في القضية دي كان عنده عادة غريبة جدا، انه في ليالي اكتمال القمر بيختفي ومحدش بيعرف هو بيكون فين بالظبط ولا ايه سر اختفائه. وبالمصادفة ان التحقيقات في القضية دي كانت شغالة في الوقت اللي فيه بيكتمل القمر، وفجأة العساكر والمحققين اللي كانوا موجودين بيبصوا حواليهم ملاقوش اي وجود لجون دي جارو، اختفى تماما. وابتدوا يسمعوا صوت زي ما يكون صوت ديب، كانوا مرعوبين ومخضوضين جدا. وابتدى يهجم عليهم مخلوق غريب، وقع منهم تلاتة، وفي الوقت ده كلهم هربوا من شدة الخوف، ولان الزمن ده كان لسه فيه ظلام وجهل، فكانوا مصدقين ان ممكن يكون في مستذئب حقيقي. وده طبعا استفز واحد من علماء النفس اللي كانوا موجودين في الوقت ده واسمه فليب جوناثان، واللي راح للمنطقة دي وطلب ان يطلع على كل التحقيقات والتحريات اللي اتعملت، وابتدى يشوف اثار الاقدام بتاعة الليلة الاخيرة، وكان بيدرسها بدقة جديدة. وطبعا في الوقت ده كان على جون دي جيرو انه يقدم تفسير لاختفائه في الليلة دي، ولان كله كان مرتبك فكان تفسيره انه اول ما سمع صوت غريب جري اتجاه الصوت عشان يعرف ايه اللي حصل بالظبط وايه مصدر الصوت. ومع ان كان في شكوك تجاهه لكن محدش قدر يتكلم اساسا، وكله سكت لحد ما راح فليب ده واحد من المحققين قال له على اللي حصل في اليوم ده، وقال له ان هو شاكك ان جون دي جارو ممكن يكون هو الراجل اللي بيتحول. في اللحظة دي كان بيمر بالصدفة من ورا المحقق ده جون دي جارو وسمع الكلام، لكن ما ابداش اي رد فعل. والليلة اللي بعدها المحقق ده لقوه في شقته معطوط بنفس الطريقة في رقبته، وده طبعا اللي اكد كل الشكوك حوالين المحقق جون دي جارو. وفي الوقت اللي كانوا بيعينوا فيه الجثة بتاعت المحقق اللي ميت اكتشفوا ان فليب جوناثان هو كمان اتقتل، لكن الوقت اللي اتقتل فيه فليب جوناثان كان مع قوة التحقيق جون دي جارو، وده اللي بعد اصابع الاتهام عنه. لكن الغريبة ان فليب جوناثان كان كاتب رسالة على المكتب بتاعه، الرسالة كلها اتقطعت وما تسابش منها غير ورقة صغيرة مكتوب فيها اللي كان سرابين، واللي تفسيرها النفسي يعني ان الشخص بيتخيل انه بيتحول لذئب. حاولوا ان هم يجمعوا باقي التقرير المكتوب لكن ده كان مستحيل. بعدت الشبهات شوية عن جون دي جارو، وابتدى الكلام يظهر تاني عن وجود كائن مستذئب وهو اللي بيعمل الجرائم دي. وجون دي جيرو كان في العلن بيهاجم الافكار دي وبيقول انه مستحيل يكون مستذئب هو اللي بيعمل الكلام ده، لانه في جرائم حصلت
في ليالي مش قمرية. والمستذئب المتعرف عليه حسب الأساطير انه ما بيتحولش غير في الليالي القمرية. وناس كتيرة جدا كانت شايفة ان جون دي جيرو يستحيل يكون هو له علاقة بأي صورة من الصور بالكريم. وفضلت الجرائم هادية تقريبا 6 شهور، يعتبر ما كانش فيه اي جرائم تذكر. لكن كان فيه بعض الفلاحين بيشتكوا ان كل شهر يلاقوا مجموعة من خرفانهم حصل لها نفس الحكاية، لكن كبشر ما حصلتش اي حوادث. بعد 6 شهور حصلت حادثة جماعية ل7 اشخاص كانوا مخيمين جنب الغابة. السبعة اتعضوا بنفس الشكل، لكن بالصدفة البحتة واحدة منهم قدروا ينقذوها. اول ما فاقت اتكلمت عن راجل طويل قوي البنية وشه مزهر وبيتعامل بطريقة حيوانية وحشية بشعة، وقالت ان هي ما قدرتش تشوف وشه بالكامل نتيجة الصدمة الخوف، ولانهم كانوا في الليل. وهو اول حاجة عملها انه طفى النار، وده خلاها ما تقدرش تميز ملامحه ولا تتعرف عليه. وجون دي جيرو كان حاضر التحقيق مع البنت دي، والغريبة ان هي اول ما انهارت في البكا جون دي جيرو اتحرك تجاهها بأبوية شديدة جدا وخدها في حضنه. لكن البنت اول ما شمت ريحته فضلت تصرخ بطريقة مش عادية واغمى عليها وجالها انهيار عصبي. الدكاترة النفسيين اللي كانوا متابعين الحالة قالوا انه احتمال يكون ده بسبب القرب الجسدي، وان البنت عندها حساسية من اي حد يقرب لها والكلام ده. الا دكتور واحد قال انه الموضوع له علاقة بريحة جون، وانه الريحة دي جسم البنت وذاكرتها ميزوها، والحكاية ليها علاقة بخبرة سيئة، وده اللي سبب للبنت الانهيار. وفي الاول الدكتور ده كان بيتكلم على اساس ان ممكن يكون جون اعتدى على البنت دي في اي مرحلة من المراحل. لكن كل الناس كانت مستبعدة تماما فتح تاني ان جون دي جيرو لي اي علاقة بالجرائم دي. لحد ما في يوم من الايام بعد ما البنت فاقت ابتدى الدكتور ده يحاول ينشط ذاكرة البنت عشان يخليها تقدر تتعرف على ملامح المستذئب ده. لكن اللي حصل كان غريب جدا، ان كل ما يحاول يفكرها بجون دي جيرو او ريحته او تسمع خطواته وهو بيتحرك، البنت تدخل في حالة من الصدمة ويجي لها انهيار وتفضل 2-3 أيام ما بتتكلمش. وده اكد للدكتور علاقة جون دي جيرو بالحوادث اللي بتحصل، وقدم تقرير بيتهم فيه علنية جون دي جيرو بان هو المستأذن. لكن جون دي جيرو كان ذكي جدا واثبت لهم باكتر من طريقة ان هو ملوش اي علاقة بالكلام ده، وانه الكلام ده مجرد خرافات، وانه مفيش حاجة اسمها كده، وان دي مجموعة حوادث عادية لاي مختصب او ايا كان، وانه هو بريء. وقال في التحقيقات معاه ان هو على استعداد تام ان يحبسوه لحد ما تبان الحقيقة. وده طبعا خدع المحققين اللي بيحققوا معاه، وبقوا كلهم ضد الدكتور الا واحد بس، المحقق جراهام تايلور، واللي صدق جدا كلام الدكتور، وقرروا هما الاثنين يتابعوا حركة جون في يوم اكتمال الأمر، واللي اتفاجئوا بانه بيختفي وبيجري بطريقة جنونية قبل نص الليل، وبيروح عند المكان اللي لقوا فيه الجثث وبيطلع على زي صخرة وبيقف ويفضل يصرخ وكأنه ذئب، وفجأة بيشيل مجموعة من الأعشاب وبيكشف عن كهف هو عامله تحت الأرض، وفي بوابة حديد زي سجن بيفتحها وبيخرج منها الضحية. طبعا المحقق حاول يهجم عليه، لكن جون ضربه بطريقة جنونية وبقوة مبالغ فيها وهرب، واثبت ان هو بيعاني من مرض نفسي، واخيرا اتمكنوا من القبض عليه وتخفف حجم الاعدام من عليه واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. واتعملت عليه دراسات كتيرة جدا عشان يفهموا طبيعة المرض ده وازاي يعالجوه وايه اللي حصل عشان يوصل للحالة دي. كان مشهور جدا عن جون انه بيستمتع بطعم الدم، وعشان كده السنين اللي قضاها في السجن كان في زنزانة انفرادية، وبالذات اليوم بتاع اكتمال القمر
كان ممنوع تماما على جون انه يطلع اساسا من الزنزانة، والحراس كانوا بيبعدوا عن بوابات سجنه مسافة طويلة. ونهاية جون ديجارو كانت غريبة جدا، انه في واحدة من ليالي اكتمال القمر اتفاجئوا بيه وهو بيصرخ كأنه ذئب، وفضل يصرخ طول الليل. وفي الصبح دخل عليه الزنزانة ولقوه ميت. اما سبب الوفاة في الوقت ده كان سبب غريب جدا، القلب اتعصر. هو ده كان التشخيص، ويقال انه السبب في ده انه ما قدرش يستحمل الوحدة، وانه بسبب ان هم عزلوه دخل في مرحلة من الحزن الشديد، ودي تسببت له في انقباض شديد في عضلات القلب، وده اتسبب في وفاته. وانتهت اسطورته واتقال حواليه كلام كتير جدا، لكن ما بين الاقاويل وما بين خيال الناس بتختفي الحقيقة. وعلى مدار السنين اثبت انه فعلا في مرض نفسي في الانسان بيتخيل نفسه او بيكون مقتنع انه عنده قدرة التحول، والظاهرة دي اتكررت اكتر من مرة في التاريخ. والشخصيات دي بيبقى عندها قدرة فعلا اعلى شوية من قدرات البشر، لكن هو ما بيحصلوش اي تحول لحالة نفسية. وطبعا في العصر الحديث ابتدت تتعالج، مع ان هي في العصر الحديث يعتبر اختفت. ودي كانت حكاية جون ديجارو اللي قتلوه بالوحدة لما فشلوا ان هم يشوفوه انسان، وما شافوش منه غير الجانب الوحشي، فمات وهو بيدين الانسانية اللي عجزت انها تتعامل معاه بانسانية.